ثم أشار إلى خصلة مهمة وهو سنية إدامة الوضوء. إدامة الوضوء سنة، وقلنا أن هذا من وظائف المريد السالك أن يكون متوضي، كلما أحدث بادر إلى الوضوء. إدامة الوضوء سنة ولها فوائد كثيرة، وذكر ما ذكر العلماء وعدوا منها، أن الله يوسع رزقه المواظب على الطهارة الوضوء، وأن يوسع أخلاقه يتمكن من ضبط نفسه ويتملكها، يتملك زمامها بواسطة إدامة الوضوء. وكذلك يحبه الحفظة الذين يمشون معه في الليل والنهار، قال ويرسل عليكم حفظة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالمداوم على الوضوء الملائكة يحبون ويفرحون منه الحفظة. ودوام الحفظ من المعاصي بواسطة الوضوء، والتحصن من المهلكات بأصنافها، سلامة من العين، سلامة من الإصابة بالسحر، إلى غير ذلك من فوائد إدامة الوضوء.